المتسول المحتال. في كتابه كشف الأسرار يتحدث الجوبري عن متسول محتال التقاه سنة 616 هجرية ويقول: مررت في بعض الشوارع فرأيت إنسانا عليه ثياب بالية وهو ملقى على جنبه ورأسه معصب بخرقة وهو يئن أنين الضعيف ويقول: من يقضي جوعي برمانة؟ فلما نظرت إليه قلت: وعزة الله، هذا من بني ساسان، ولا بد أن أبصر ما ينتهي إليه أمره. فجلست قريبا منه بحيث أراه ولا يراني، فصارت الدراهم تتساقط عليه مع القطع والفلوس والخبز وغيرها، فلم يزل كذلك إلى ما بعد الظهيرة وقد خفت حركة الناس، ثم انتهز لحظة لا يره فيها أحد فوثب مثل بعير فك من عقاله، وجعل يخترق الأزقة والشوارع وأنا خلفه، إلى أن انتهى إلى زقاق غير نافذ أمام باب دار حسنة البنيان بمصاطب وفانوس معلق، فطرق الباب ففتح له وهم بالعبور، فأدركته وقلت: السلام عليكم. فقال: وعليكم السلام، من تكون؟ فقلت: ضيف. فقال: مرحبا بالضيف. ثم أخذ بيدي فدخلت قاعة واسعة فيها من البسط والفرش والمساند واللحف ما لا يوجد إلا عند الأكابر، فقال لي: اصعد. فصعدت على طراحة حسنة، ثم رمى من رقبته مزودا فيه مقدار 10 أرطال خبز وفيه دراهم وفلوس شيء كثير، وخلع تلك الخرق التي كانت عليه، وقدمت له الجارية ماء سخينا وطشتا ليغتسل، ثم لبس بدلة قماش فاخرة وتطيب. ويقول الجوبري أنه وجد المتسول يحيى حياة باذخة في منزل فاخر، ومائدته عامرة بأصناف من أطيب المأكولات وأشهى الشراب، وحلوا لا تحصل إلا عند الأغنياء الكبار، أما ليله فسهر وجواري وطرب ولهو. ويقول: وفيما نحن نتبادل أطراف الحديث، قلت له: لو فتحت لك دكانا لكان خيرا لك من هذه الحرفة. فتبسم وقال: كم يكون مكسب التاجر كل يوم؟ لو كان رأس ماله 5000 دينار، قلت: لعله يكسب نصف دينار. فقال: أنا يقع لي كل يوم 15 درهما وأكثر بغير رأس مال، فماذا أصنع بالدكان؟ مع أن التاجر لا يخلو من الخسارة أحيانا، أما أنا فربح بلا خسارة. ويتابع الجوبري: وكان اليوم التالي يوم الجمعة، فقال لي: أريد منك أن لا تصلي اليوم إلا عند المنبر، فإن لي في ذلك غرضا. ثم لبس آلته وخرج. فلما جاء وقت الصلاة خرجت إلى الجامع، وأذن المؤذن وخرج الخطيب ورقي المنبر، فلم أشعر إلا وصاحبي قد أقبل يخرق الصفوف وهو بملابس المتسول، وأقبل على الخطيب وأخرج من عبه كيسا من الحرير، وقال للخطيب: يا سيدي، أنا رجل فقير ولي عائلة، ولنا يومان ما أكلنا شيئا وقد مضنا الفقر، خرجت طالبا الجامع لعل الله يفتح لي بشيء، فعائلتي هلكها الجوع، وأنا في الشارع الفلاني عثرت رجلي بهذا الكيس ولا أعلم ما فيه، فسولت لي نفسي أن آخذه وأرجع، فقلت: يا نفس يا ملعونة، تريدين أن تجرئيني على أكل الحرام؟ وربي لا وافقتك ولو مت جوعا، وقد حملته إليك فافعل به ما ترى. ثم دفع الكيس للخطيب ففتحه وإذا فيه حلي تساوي 500 دينار، فتعجب الخطيب من أمانته مع ما هو فيه من الفقر والحاجة، فأشار إلى الناس وقال: يا قوم، هل يكون في الوجود مثل هذا في دينه وأمانته وعفته مع فقره؟ وربي مثل هذا لا يصلح أن يكون فقيرا بين المسلمين، فالواجب على كل مسلم إعانته، فليعطه كل منكم شيئا، كل على قدرته. فصارت الدراهم تنهال عليه من كل جهة. فلما انقضت الصلاة سمعت ضجة قد قامت في الجامع، فنظرت وإذا بامرأة عجوز تصيح وتقول: يا مسلمون، وربي ما أملك قوتي في هذا اليوم، وقد ضاع لي حلي حملته من ناس إلى ناس فوقع مني، وبلغني أنه وصل إلى الخطيب وأنا مستجيرنت بالله تعالى وبه. فجعل الناس يقولون لها: طيبي خاطرك، فقد رده الله إليك. ولم تزل تخترق الصفوف حتى وصلت إلى الخطيب، فخرت مغشيا عليها، ثم أفاقت فقالت: يا مولاي، العفو لا تؤاخذني وارحمني لله تعالى. فقال لها الخطيب: على مهلك، ما الذي فقد منك؟ فقالت: كيس صفته كذا وشرابته كذا، وفيه كيت وكيت من الحلي، وأسورة كذا، وخواتم كذا.
ولم تزل تعدد ما في الكيس بحضور الملأ، وكلما ذكرت شيئاً أخرجه الخطيب، إلى أن وصفت جميع ما فيه، وصح ما قالت، فسلم إليها الكيس، فأخذته وانصرفت، والخلق يدعون لصاحبي ويتعجبون من دينه وأمانته. ثم إني جئت إلى الدار كما أوصاني، فوجدته جالساً يحصي ما تحصل عليه، وكان في نحو 200 دينار كما توقع، وقال لي: هل رأيت ما فعلت اليوم؟ قلت: نعم، لكن حصل لك شيء يساوي 500 دينار فبدلته بهذا القدر. فقال: هل تعرف الكيس وصاحبته؟ قلت: إذا أبصرتهما عرفتهما. فقال للجارية: نادي العجوز، فنزلت والكيس في يدها، فقال: هذا الكيس، وهذه العجوز عمتي، والحلي لابنتها، وأنا الذي سيرتها بهذه الحيلة. ويتابع الجوبري: فلما وعيت ذلك انصرفت من عنده، وأنا أتعجب كل العجب من صنعة المحتالين ومكائدهم. يذكر أن الكاتب عبد الرحمن بن عمر الجوبري الدمشقي، الذي عاش في القرن 13 الميلادي 7 الهجري، روى الحكاية في كتاب المختار في كشف الأسرار في سياق حديثه عن علم الحيل الساسانية، وهو الاحتيال في سبيل جلب المنافع وتحصيل الأموال، ويقوم على خداع العامة، وهي ظاهرة برزت في العصر العباسي وازدهرت حتى صنفت كعلم. وإن كانت صفة الساسانية ترتبط بمن برع في تلك الاحتيالات، فلعل تسمية الظاهرة علماً تعود لاعتماد ممارسيها أنواعاً من الخداع ينتمي بعضها لفنون السحر.